أعلنت رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي عن تحرك جديد للقوات الجنوبية يستهدف تحرير وادي حضرموت من قوى التطرف والإرهاب، وبسط سيطرة الجنوبيين على كامل تراب أرضهم تمهيداً لاستعادة دولتهم المستقلة. صدر هذا عن عضو هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي المحامي يحيى غالب الشعيبي، الذي أكد عقد لقاء مع قيادة قوات المنطقة العسكرية الثانية لمناقشة جهود تأمين تحرير الوادي كجزء أصيل من خارطة الدولة الجنوبية الفيدرالية. نشكركم على حسن المتابعة والاستماع، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد.